اجري بالكورة، حرك اجري بالكورة شوية، اجري بالكورة شوية. بقول لك ايه؟ هي الفرقة دي بتاعت كابتن عبد الستار صبري ولا كابتن سمير كمونة؟ أنا مش فاهم حاجة. هو كابتن سمير كمونة بعد تألقه في بداية كابتن مصر جاله عقد احتراف في الدوري الليبي، فهو دلوقتي مدير فني في الدوري الليبي، وكابتن عبد الستار صبري استلم منه مهمة تدريب الفريق وقيادته للنهائي. العيال باين عليها ايه؟ عمالة بص تتحرك. بس ما يهمناش برضه، هنكسب. لا ان شاء الله. لا ما يهمناش، هنكسب برضه. تعالى 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 تعالى، احنا بنقتحم اي تمرين على طول. عادي يعني؟ تقتحم. نسيب الولاد يلعب؟ لا لا احنا داخلين على طول الكابتن المنافس على طول. تنصت حس حبيبي. كابتن عبد الستار صبري النهارده في مواجهة فرقة كابتن سارة، ومعاكم اولاد حسام عاشور بقى، يعني نجم كبير ونص ملعب وكابتن وبطولات، ويعني مع انه يعني كتير منهم كانت على حسابنا، بس ماشي معلش ماشي. بس استلمت المهمه من كمونه. طبعا مطش يعني اتاخر عن كابتن مصر، وانا عارف بقى ان كمان بالذات ان في كابتن ساره، فانت جاي مخصوص. وبعدين انا اصلا في انا لعبت ساره السنه اللي فاتت واتغلبت، ولعبت الساره السنه دي في اول ايه في المجموعه واتغلب. انا جاي مخصوص عشان النهارده لازم. لا لازم. لا ما تخش على كده، هنكسب. مش معاه بيحكوا على طول اول ما انا اكسب. لا هنكسب النهارده ان شاء الله، احنا فرقتنا ان احنا تكسب. ماشي. طب انت قلت لهم، انت قلت لهم يكسبوا ازاي هناك؟ قلت لهم قول لهم هنا بقى برضو يكسبوا ازاي هنا. احنا بنغش فرقتين، لازم تجتهد، تسمع كلام المدرب، ونلعب السهل، اتبسط، استمتع. كان في مقولة على طول كان بيقولها لي مستر مانويل جوزيه، اصعب حاجه في الكوره اسهل حاجه، اللي انت تلعب لمسه ولعبه او وان تاتش دي صعبه جدا، مش اي حد يعملها، فسهل على نفسك، العب استمتع، وان شاء الله ربنا يكرمكم، واهم حاجه ما يجيش فيكم جون، وحاول انت تجيب جون، وحاول تلعب، وحاول على طول الكوره لقدام، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمكم وتعملوا حاجه كويسه وتكسبوا النهارده ان شاء الله. قبل ما طبعا نبدا المباراه لازم يبقى في تحدي، عشان الفريق اللي هيكسب التحدي هو اللي انت هتديله بقى المحاضره الاخيره، وهتبقى واقف في صفه قبل الماتش. ماشي. فجاهزين؟ جاهزين. يلا بينا.